تحظى المؤسسة الخيرية الملكية برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التي أثمرت بنجاح المؤسسة في دورها الرائد والقائم بأعمال الخير والبر والإحسان والنهوض بدور إنساني واجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على الإنسان داخل البحرين وخارجها. هي يد الخير والعطاء والذراع الإنسانية لمملكة البحرين، تعين على الخير وتتكفل بالإنسان في شتى النواحي وفي أي مكان في العالم، متخذة توجيهات جلالة الملك المفدى بوصلة للعمل الخيري. اللي تم اختيار المؤسسة من قبل جهة عالمية في بريطانيا كأفضل مؤسسة على مستوى العالم العربي في العمل الإنساني ورقم 11 على مستوى العالم. تتولى المؤسسة الخيرية الملكية القيام بكفالة الأرامل والأيتام ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة، والعديد من الخدمات ذات الطابع الإنساني الخيري. من نجاح مبادرة سيدي جلالة الملك في هالمؤسسة مو فقط للمشاريع الداخلية من استثمارات في العمران وفي مراكز تربوية مركز ناصر، بس أيضا في كرم سيدي جلالة الملك في دعم الشعوب المتضررة بتوفير المراكز الطبية، السكن، المستشفيات. ولم تكتف المؤسسة بالعطاء في داخل البحرين فقط، بل كان لها الدور الرائد على المستوى الإقليمي والدولي، إذ أسهمت المؤسسة في الكثير من أعمال الإغاثة على مستوى العالم، فكانت يد الخير ممدودة للمنكوبين بسبب الكوارث الطبيعية أو لاجئي الحروب وغيرهم من المحتاجين لمثل هذه المبادرات الخيرية. ثقافة البذل والعطاء في سبيل سعادة الآخرين وتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية لطالما شكلت جوهر المؤسسة الخيرية الملكية، التي أصبحت أنموذجا يحتذى به في العمل الإنساني، وكان لها الدور الكبير في العطاء داخل البحرين وخارجها. وفي عالم ممتلئ بالنزاعات والكوارث، تبقى يد البحرين الخيرة ممتدة للإنسانية.